هذه وحدة التحقيقات الاستقصائية في قناة الجديد، كلمتنا كلمة، واسألوا المجرب. عارف البير غطاء والطم غطاء، بس في فني ماء، في فني ماء. لازم انت من معلوف جايك مليون دولار. عال ما انتم مسكرين الباب علينا وهرب المدير العام بس جينا. بس هو ان شاء الله انه ما يمشي الملف، لافتح له قبره لسيمون. في ناس كانوا عندك قالوا لنا هلا كان خبزاي وفال، لانه بس انزل انا من تركيا بدي لعن ابوه بالسرمايه، بالسرمايه بدي لعن ابوه. فينا نفوت على الوزاره ولا ممنوع يفوت الاعلام اللي معه ادله وسندات بالوزاره؟ انا وصلت لعندي وافقوا لي بالوزاره بعدل انا الفاتوره عندي. استاذ جيريس انت ما بانك باجتماع لو سمحت لي، معلش انت طلعوا بلغوك انه انا تحت وفلت. لذلك اذا انتم قبل دخلتوا على لبنان نفسه 26ات وعدكم تحليل نعملكم اياه نفسه بالضبط. صباح الخير، كيفك؟ لك حبيبي اذا فينا نعمل مع الوزير، يعني مبين عم تردف لي عم خوخيت على هدول اول بقصة. ايه اوكي اوكي، هيك رح اقول له انه الدره ال 3950 انه انا داخل فيها معه، وبيهمني وضعها تمشي باسرع وقت. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل حول حلقة يسقط حكم الفاسد ينضم إلينا مباشرة من الاستوديو الزميل هادي الأمين. مساء الخير هادي. مساء الخير جورج، مساء الخير للمشاهدين. بعد العطلة الصيفية ابتداء من اليوم راجعين بيسقط حكم الفاسد، شو محضرين بحلقة الليلة؟ في يعني أسماء ومتورطين ووثائق ومستندات وتسجيلات، إذا ممكن تعطينا فكرة أكثر بانتظار بعد حوالي الساعة ونص. جورج نحن هيدا الموسم موسم ملف الدعم هنسميه، الدعم اللي صرف عليه أكثر من 10 مليار دولار، توزعوا في 7 مليار وشوي على المحروقات، في 2 مليار وشوي على الدواء، وفي شي مليار ونص ل 2 مليار السلة الغذائية والقمح وما إلى هنالك. هذا الملف نحن حنغوص فيه بكل تفاصيله، وحنبلش بمرحلة أولى بالسلة الغذائية واللي بتعلق بوزارة الاقتصاد والوزارات الزراعة والصناعة، يعني المليار ونص دولار اللي ثابت عنا جورج، واللي حنكشفه الليلة أنه في تلاعب بفواتير من قبل تجار بالتواطؤ مع وزارة الصناعة، عم يضربوا الفواتير اللي عم تيجي من برا، يعني الفواتير عم تحول أموال أكثر من سعر الفاتورة، وبالتالي هذا عملية تهريب أموال للخارج. يعني الفاتورة اللي ب 400 ألف دولار اللي عم يتحولوا هن سعرها الحقيقي بيكون تقريبا 200 ألف. في عنا تسجيلات ومستندات بطال مدراء عامين بوزارة الاقتصاد، من المدير العام سيد محمد أبو حيدر للسيد جيريس بربيري لمستشارين بالوزارة كانوا، للسيد رغول نعمي اللي كان يعني رأس الهرم بموضوع الدعم، وكان توقيعه هو الأساسي ليقدر مصرف لبنان يحول الدعم ويتهرب بالحكومة السابقة. وأيضا هلأ موضوع القمح، هلأ الأدلة اللي معنا ما بتقبل الشك، نحن حنعرضها اليوم، المطلوب من القضاء يبلش من هلأ من أول الحلقة يتابعنا، لأنه هاي الحلقة إخبار كبير ممكن يكون بداية لرد مليارات الدولارات لخزينة الدولة اللي تهربت. نزلنا نحن على وزارة الاقتصاد، واجهنا المعنيين، حنسمع خلال الحلقة مواجهاتهم، مين هرب مين تهرب مين واجه وعطى أدلة أو جرب يبرر المسؤوليات. الواضح كان في فوضى عارمة، في دعم غير منظم أدى لخسارة لبنان. يعني إذا في 10 مليار دعم، بحسب ما مبين لنا في 5 منهم مهربين، يعني عم نحكي عن تهريب أموال قبل، يعني وحنروح بحلقة تانية تهريب البضائع من لبنان على سوريا. يعني عنا تسجيلات لمهربجية ولتجار، وحكي عن رشاوى لضباط وغير ذلك. في حكي عن مستشارين متورطين بوزارة الاقتصاد، يجب على القضاء يعني وضع يده من رأس الهرم، من الوزير راؤول نعمي تسلسليا، مستشارين والمدراء العامين كل موظفين الوزارة، هيدي الآلية اللي انوضعت يعني تسببت بهذا الهدر الكبير. نحن اليوم حنوثق بالدليل القاطع، حيسمعون بالصوت الناس وبالمستندات كيف تم سرقة أموال اللبنانيين. 9:30 حنكون على الموعد. ناطرينكم هادي، شكرا لك ويعطيكم العافية.